في خطوة وصفها مسؤولون أمريكيون برسالة ردع مباشرة لإيران، أقلعت قاذفتان أمريكيتان من الولايات المتحدة وحلقت فوق منطقة في الشرق الأوسط. القاذفتان من طراز B-52 أقلعت من قاعدة باركسدل الجوية في لويزيانا وحلقت فوق منطقة الخليج، مع طائرات أخرى تابعة للسلاح الجو الأمريكي وطائرات من دول شريكة بالمنطقة. ولدى هاتان القاذفتان القدرة على حمل أسلحة تقليدية ونووية. من جانبه قال الجنرال فرانك ماكنزي المسؤول الأمريكي الأعلى لمنطقة الشرق الأوسط إنه يجب على خصوم الولايات المتحدة المحتملين أن يفهموا أنه لا توجد دولة أكثر استعداداً وقدرة منها على نشر قدرات قتالية إضافية بسرعة في مواجهة أي عدوان. الخطوة الأمريكية فسرها خبراء على أنها استعراض للقوة في ظل مخاوف من ضربة انتقامية إيرانية، رداً على اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة والجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل العام الماضي في غارة أمريكية.